نذهب الآن إلى موجز التاسعة، جاهز بيه زميلنا محمد بشير. محمد صباح الخير. صباح الخير عليك يا عبد الله، بصبح عليك خير. وعلى جهان، وزي ما انتم شايفين الحقيقة المشهد يعني عبقري من أسوان، وانت طبعا اكيد زرت أسوان يا عبد الله انت وجهان طبعا. وشفتوا قد ايه جمال النيل وجمال الطبيعة. انت من ابناء أسوان صحيح يا محمد؟ انت من ابناء أسوان مظبوط؟ يشرفني طبعا، طبعا اكون من أسوان يعني. يعني اكيد انت كمان عشت الاجواء دي وجمال المنطقة دي تحديدا، فيها جماليات كثيرة جدا بجانب طيبة الناس بقى. المنطقة دي باختصار شديد اللي زارها سيادة الرئيس هي عبارة عن قرية نوبية. هذه القرية أهلها حولوها لمنتجع سياحي، بيوتهم الشكل النوبي، وحولوا المنزل لإقامة لمطاعم ولبازارات. وطبعا أكيد يعني لما حتزوروا أسوان، أنتوا عارفين أسوان مشتى عالمي، كل الجنسيات بترد إليه يعني، بتستمتع بنيل أسوان والجزر والمناطق المحميات الطبيعية يعني. نستمع يعني. أهلا بسيادة الرئيس، جميلة هناك. أهلا بسيادة الرئيس في بلدي أسوان. تفضل. يشرفنا. سيدات والسادة، موجز التاسعة صباحا لكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجالات إنتاج أو توزيع الكهرباء، وكذلك في مجال الربط الكهربائي والذي تتجه إليه معظم الدول. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر، أبرزها محطة بمبان للطاقة الشمسية في أسوان. وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة اعتبرت مسألة دعم منظومة الطاقة والكهرباء قضية أمن قومي، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 1,100,000,000,000 جنيه خلال الفترة الماضية لتنمية الصعيد بمشروعات متعددة. هذا وجه الرئيس بالتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لتفادي مشكلات الفواتير والتحصيل، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء كان ضرورة لابد منها. تأتي هذه الافتتاحات ضمن فعاليات أسبوع الصعيد في إطار الخطة التي أولاها الرئيس منذ 2014 للاهتمام بتحقيق نهضة تنموية وخدمية لأهالي الصعيد. كما قام الرئيس السيسي بجولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري. وتفقد السيد الرئيس السوق السياحي بالقرية تشجيعا لشبابها على مواصلة الترويج للسياحة. كما أشار الرئيس إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل، وأنه جاري العمل حاليا في 52 مركزا في 20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم إدراجه مؤخرا ضمن المبادرة الرئاسية. عقد رئيس السيسي جلسة ودية مع أهالي قرية غرب سهيل، حيث تبادل الرئيس الحوار مع أهالي القرية وناقشهم في احتياجات ومشاكل أهل القرية. هذا وقد رحب الأهالي بزيارة الرئيس القرية وأثنوا على إدخال قريتهم وقرى أسوان ضمن مشروع حياة كريمة. سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. سعيد أن أنا أكون موجود معاكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أهل النوبة ناس طيبين قوي والله، كتر خيرك. شكرا. وأنا والله الحب والاحترام والتقدير وكل حاجة، إن شاء الله ربنا يجعل كده دخولنا عندكم دخول طيب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. سلام عليكم، سلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 851 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة. وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى قرب 318,000 حالة من أصل أكثر من 382,000 حالة أصيبت منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. يستأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته العامة المخصصة لمناقشة العملية الانتخابية وأسباب تعثرها. وفي تقريرها إلى مجلس النواب، كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية السبب في عدم نشرها القائمة النهائية لمرشح الانتخابات الرئاسية،
موضحة أن مرحلة الطعون القضائية لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية القائمة النهائية للمرشحين لاحتوائها على أسماء أشخاص غير مؤهلين قانونا ليكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها. وأكدت المفوضية أن أحكام الطعون الصادرة من القضاء لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمون الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم وعدم انطباق شروط الترشح عليهم. من جانبها قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة. وأضافت ويليامز أن أي تغيرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة المعترف بها دوليا. وأشارت ويليامز إلى أنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي الليبي في هذه العملية، إلا أنها كشفت أنها بصدد إجراء مشاورات مع عدد من أعضاء الملتقى. جدد الرئيس اللبناني ميشيل عوني إلى الحكومة الاستئناف اجتماعاتها وإنهاء تعطلها الذي استمر أكثر من شهرين. وخلال كلمة متلفزة له اعتبر عون أن تعطيل الحكومة هو المسؤول الأول عن شلل إدارة الدولة وزيادة أزمتها الاقتصادية. كما دعا الرئيس اللبناني إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل هي اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية والتعافي الاقتصادي، منوها إلى أن تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها الحكومة السابقة أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تتواصل اليوم الثاني في فيينا أعمال الجولة الثامنة من المفاوضات غير المباشرة بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015. وفي مستهل الجولة الثامنة أكد المنسق الأوروبي للمفاوضات أن الجولة تبحث رفع العقوبات والقيود النووية الإيرانية بشكل متوازي، فيما أكد الوفد الإيراني أن الاجتماع وافق على إضافة ملاحظات طهران ونقاط جديدة إلى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات السابقة، مشيرا إلى أن تركيز الوفد الإيراني يتركز على وثيقة رفع العقوبات. على رأس الساعة 10 نلتقي في أمان الله.